في إشادة كبيرة بتحركات الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، وده لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، خصوصا أن الدولة المصرية اتحركت في ثلاث مسارات، سواء المشاورات الثنائية مع قادة دول العالم أو المشاورات في إطار جمعي من خلال قمة القاهرة للسلام، والمسار الثاني هو التخفيف عن أهالينا في غزة من خلال إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية. خلينا نتابع. تحركات مصرية على كافة المستويات الإقليمية والعالمية لاحتواء الموقف الذي يشهده قطاع غزة في اللحظة الراهنة. وظهرت تلك التحركات في العديد من الخطوات المتواترة التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الأزمة، بدءاً من الدعوة إلى مؤتمر دولي وانعقاده في القاهرة، مروراً بإرسال قوافل من المساعدات إلى سكان القطاع الذين يعانون جراء القصف المتواتر، مع تسهيل وصول مساعدات الدول الأخرى، وحتى العمل على ملف المحتجزين والنجاح في إطلاق سراح سيدتين إسرائيليتين لتقدم نفسها في دور جديد يتجاوز الوساطة التقليدية التي تعتمد منهج التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إلى شريك حقيقي للمجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة مؤقتة، وإنما في حلول الوضع النهائي بالقضية طويلة الأمد. وهنا يصبح التحرك المصري في التعامل مع الأوضاع في غزة ومساعيها لتحقيق التهدئة يعتمد ثلاثة مسارات رئيسية. أولها يعتمد على التشاور الدولي، سواء في إطار جمعي على غرار قمة القاهرة للسلام أو ثنائي في ظل الزيارات المتواترة لكبار المسؤولين الدوليين للقاهرة خلال الأيام الماضية، بينما تعتمد في مسار آخر النهج الإنساني عبر التركيز على قضية المساعدات وضرورة وصولها إلى سكان القطاع في ظل ما يعانوه من قصف متواصل وما تخلله من انتهاكات خطيرة سقط ضحيتها الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، بينما يبقى ملف المحتجزين مساراً ثالثاً في ظل الاهتمام الكبير به من قبل العديد من دول العالم، مع وجود أعداد من مزدوجي الجنسية بين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. المسارات الثلاثة مرتبطة إلى حد كبير، فالحديث عن إطلاق سراح مزيد من المحتجزين يبدو مرتبطاً في المقام الأول بضرورة وقف إطلاق النار والتخفيف من حدة التصعيد القائم في غزة، بالإضافة إلى ارتباطه كذلك بمسألة توصيل المساعدات لسكان القطاع، في حين تبقى عملية التشاور سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي بين مصر ومحيطها الدولي ضرورة ملحة من أجل الوصول إلى توافقات من شأنها الوصول إلى صيغ مناسبة لحل الأزمة يمكن البناء عليها في المستقبل للوصول إلى حلول الوضع النهائي التي تقوم في الأساس على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء أوروبا وما حققته من توافقات نجحت في جوهرها في تجاوز الثنائية نحو خلق قاعدة أكبر من التوافق بين الرؤية المصرية من جانب والرؤى التي تتبناها الدول الأخرى المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، وهو ما يمثل خطوة هامة للغاية في تحقيق قدر من التوازن في المواقف الدولية بعيداً عن الانحياز الصارخ الذي تبنته تلك الدول مع بداية الأزمة، وهو ما يبدو في تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال مساعدات إنسانية لغزة ودعمه لعودة خدمات الكهرباء، وهو ما يشكل قدراً من الضغط على الجانب الإسرائيلي الرافض. وهنا يمكن القول إن الدبلوماسية المصرية باتت أحد أهم أدوات الدولة المصرية لتجاوز العديد من الخلافات فيما يتعلق بإدارة الأزمات الدولية في اللحظة الراهنة، وفي القلب منها أزمة غزة، وهو ما يضفي قدراً كبيراً من الثقة على تحركات الدولة المصرية في معالجة الأزمة الفلسطينية. في الحقيقة أنه منذ اللحظة الأولى من تاريخ 7 أكتوبر والرئاسة المصرية بتقوم بمجهود كبير جداً، أولاً زيارات عديدة للكثير من المسؤولين جم مصر للتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التهدئة، لتحقيق
يعني لاحتواء هذا التصعيد، ومش بس ان هم كانوا موجودين في مصر، الاتصالات لم تنقطع، وكان اخرها امبارح اتصال مع الرئيس الامريكي جو بايدن. الرئيس الامريكي جو بايدن بعدها بحسب التصريحات اللي ظهرت في وسائل الاعلام الامريكيه قال ان هو بيرفض التهجير، وده اعتقد انه ما كانش راي الولايات المتحده الامريكيه في البدايه، لكن كان راي مصر واضح وصريح منذ البدايه، نرفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم، وده لانه ليه انعكاسات كبيره جدا على تصفيه القضيه الفلسطينيه، وهو ده ما ترفضه مصر بشكل قاطع. ده حصل بشكل قوي جدا مع كل المسؤولين اللي جم، حتى انه مش هنقول بعض المسؤولين غيروا رأيهم في الموقف الحاصل، وبدل ما كانوا بيدعموا قوات الاحتلال أصبحوا بيدعموا الشعب الفلسطيني إطلاقا، لكن على الجانب الآخر بدأنا نشوف بعض المظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني في دول هؤلاء المسؤولين الأوروبيين اللي كانوا موجودين في مصر ومواقفهم معروفة من دعم قوات الاحتلال. بدأنا نشوف تركيز من هذه الدول على ضرورة إقرار هدنة ودخول المساعدات، يعني تركيزهم في البداية في كل خطاباتهم في البداية ندعم قوات الاحتلال في أنها تاخد حقها مما حدث من اعتداء من المقاومة. لكن خلال الفترة الأخيرة كل هؤلاء القادة بدأوا يتكلموا عن ضرورة إقرار هدنة نتيجة الوضع. أنطونيو جوتيريش لما جه مصر وكان من الممكن أن نكتفي بالمؤتمر في القاهرة فقط، لا ده راح لحد المعبر وطلع بمؤتمر صحفي مهم للغاية، وكان كلامه واضح في أنه اللي حصل من المقاومة نتيجة الضغوط اللي مورست على الشعب الفلسطيني طول سنوات عديدة تجاوزت 60 عام، فكان ده غصب عنهم أن هم يخرجوا بهذا الشكل نتيجة الحصار الخانق. فنقدر نقول أن مصر تحركت في كافة الاتجاهات، وأكبر دليل على أن مصر قادرة على فعل كل ما تستطيع من أجل نصرة هذه القضية فكرة المساعدات الإنسانية اللي مصر بدأت من أول يوم تجمع هذه المساعدات الإنسانية من قبل التحالف الوطني وحياة كريمة، كانت موجودة عند العريش في ظرف 5 أيام تقريبا بعد ما كانوا موجودين عند العريش، وقبل إقرار الهدنة بالمناسبة بدأت تتحرك هذه القوافل ناحية معبر رفح، لأن كنا واثقين أنه هيجي اليوم بالفعل اللي هندخل هذه المساعدات. يمكن من أول يوم يا شاذلي حصل الكلام ده، كان الهلال الأحمر المصري تحرك بالفعل وطلع مساعدات من المخازن من الإسماعيلية وهي الأقرب للمعبر من أول يوم حصل الضرب، وكانت المساعدات ابتدت تحاول توصل منذ البداية. ده بخصوص المساعدات. أنا عايز أقول لك أنه فعلا تعليقا على كلامك، مصر من البداية بتحاول تضع الدول قدام مسؤولياتها، يعني مستمرة على كل المحاور في نفس الوقت. فكرة الضغط الدبلوماسي وإظهار قد إيه في نوع من أنواع ازدواجية الخطاب اللي بتتكلم بيها الدول الأجنبية أو كتير من الدول الأجنبية، بتسمع بما يشبه كده لو بنقول باللغة الدارجة، بتسمع كل واحد اللي محتاج يسمعه. ولكن بعد كتير من المباحثات وبعد كتير وخصوصا مؤتمر القاهرة للسلام، يمكن لقينا شوية تغير في الخطاب، على الأقل فعلى الأرض شفنا شوية حاجات مختلفة. الطائرات المساعدات اللي ابتدت ترسلها فرنسا، وده خصوصا بعد زيارة ماكرون للجانب الإسرائيلي، ده معناها تغير نسبي على الأقل في على الأرض في المساعدات اللي بتحصل. الاتصال الهاتفي بين سيادة الرئيس وبايدن اللي بيتكلم فيه عن إن هو لا مجال ل يعني موت القضية الفلسطينية أو حالتها أكثر من ذلك، فده برضو تغير نوعي في طريقة الكلام. أعتقد وضع مصر لباقي الدول أمام مسؤولياتها بيفرق بكل تأكيد، وإحنا مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية وفي نصرة الأشقاء في فلسطين.